الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، خوشويست مسلمانان برايان خشكان أهل رمضان صلاة ورحمة إخوة تعالى برجع بسر همومانا لم كاتو ساتا بيروزيا لم مانغا بيروزيا إخوة تعالى بيكا ببركات بو حياة من بو جيان من بو مالكان من خواهی تعالی من که بو کسانی که بباشی و بچاکی لگر رمضان ابن و دوی رمضانیش هل سر عهد و پیمان و وعدی رمضان ابن انشاءالله اللهم آمین. خوش بیستان روش برزی و روش تی جوان اما لبی دینی ایمه اما جز ایکی زور گوری لدینه کمان تصورا كان أجرشتك تان بيبلن بيغمري خو عليه الصلاة والسلام حصري بعثتي كذو ولا أخلاق روشتي جوان وبرزة لأدبي مفردي إمام بخاري هاتوا فرمي إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يعني لفظي إمام أحمد لأتمم مكارم الأخلاق. إنما أداتي حصرة لزماني عربا كوات حصري كذو بيغمري صلى الله عليه وسلم بعثك لأخلاق هاتوا أبو أويك إتمام روشت برزي وجواني تواوكات كواتر روشت برزي وجواني وأخلاقي جوان هر هبوه لكاتي آدمه عليه السلام هر تابي غنبري خومان صلى الله عليه وسلم. الخلق الحسن باب زانين ياخد في أوتي حسن الخلق باب زانين تشيه أم حسن الخلق ويتفصيل تأصيلك بين لباب لغة واصطلاحه لزمان حسن الحسن يعني دو معنى أبخشي لزماني عربا يكيان جمال جواني دو هميان العظم الذي يلي المرفق واتأما أم إسقانا سروي أم إسقانا في أوتي حسن سروي مرفق أنيشك أم إسقاني إيرا في أوتي حسن لزماني عربا كواتشتكي برستر لمرفق كواتب هم برزي أبخشي هم جواني أبخشي أو حسن لزمانه. أي حسن تيا لا إصطلاحا علماء ألين صفحة راسخة في النفس الأفعال أو لإصدار الأفعال عنها، صفحة راسخة في النفس لإصدار الأفعال عنها وتصفحيك لا بريك الراسخ الثابتة لنفس إنسانة لولا برو إيش كان درجت هرشي أفعالي توهي هرشي إيشي توهي كاري توهي عملي توهي لخلالي أو صفحة ودرجت كواتا أما زانيمان أي خلق تشيا خلق علماء زور جوان بيناسيان كردوا أفرمون خلق أويا طلاقة الوجه حسن من تفسير كل لغية خلق كيش من تفسير كل لغة عينا صفحة راسخة في النفس لإطلاق أو الأفعال عنها أو لإخراج الأفعال عنها إن جاء اصطلاحا شيئا أم حسني خلق كامل وكو عبارة أفرمون طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس يأخذ كف الأذى عن الآخرين طلاقة الوجه أويك دم بيكنين ابتسامة كدائما إنسان منطلق بيت دائما روي خوش بيت روي جش بيت دائما جشبين بيت دائما بيبكني بو جيان وحياة بيبكني بو دنيا بيبكني بو آخرت كألن بيبكني بو دنيا وعلماء وألن چونك الدنيا تو توصيلي آخرتك توكو مسلمان يوكو إيمان داري كألن لغ الرمزان أبا أبي الرمزان كي بجسريك بو آخرته كواتتو من تعجوم يد لهندي علماء وزانايان وأهلي من بريش كدائما قصب الدنيا علينا وجنية وبدنيا علينا اشتوانية قصب الدنيا بوتي بوتري دنيا
امتحانة بو إنسانيات امتحانة امتحانتك أخوي تعالى اختبارتكات بخير وبتشاكو وبخرابة بخير وشر بتاريكي وبروناكي فتو أخوي تعالى احترامي لي قلتويت عقلي كيبي بخشيويت أبيتو أم عقلت تعطيل نكي لم عقلي خوتو انطلاق كيت ايتر بزاني تميزي اشتكام كيت بوي اقل لقلت شاكا كان ابوي قرآن فرمي إنا هديناه النجدين ياخد إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا كواتا أمدو سبيلي يا ويتت إخوة تعالى إجباري نكردويت إلا لسريكي كان بيت بلا مولا يرضى لعباده الكفر لقرآن فرمي إخوة تعالى حزكا همو بندكاني همو عبدكاني همو إنسانية شتا بهشته بلا هم شيب كات إخوة تعالى أفرميت وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى قومي ثمود هداية ماندان بلام خویان حزیان لکویری کرد خویان حزیان لظلالت کرد خویان حزیان لم ریگت شو تک ریگت شو تیان گرت بر اما خویت علا ک هندی خلق او پرسیاره کات بو مجموعه خلق چه تبهش تو مجموعه خلق یان خویت علا علمی مسبقی هی کت و آتشی تبهش تو اوی ک آتشی تدوزخ خویت علا او علم مسبقی بو خوی دانه هوا بلام لسر او علم مسبقی تو تمشی ناکت تو نه یعنی او علم مسبقی دانه نه او بود ایلا اجباری که لسر توش تیوانیه بلام علمي كي مسبقه كتابي كي محفوظ لا يخوي داينا وجل جلاله بلام توي اختيار كردوا كريغا كان بقريته بر كواتا اويا وكتمان طلاقة الوجه وبذل المعروف بذل المعروف اويا كدائما تشاكا بكي لقى الخلقه دائما دس بتوقو بي دائما دس بتشاكو بي مفتاحي خير بي مغلاقي شر بي كليل بي بو خير كليل بي بو بركتي أمتك وكو باران وابيد أينما وقع نفع توجد نفع هبيت أما بذلي معروفة دائما لقل يارمتي فقير بي يارمتي هجار بي يارمتي نخوش بيد دا بچي نكب بارا خلق وازاني اگر انفاق كخواي تعالى أفرمي باسي انفاق وصدق وبخشينك وازاني هاد بباريه او هموشتك تو بي بخشيد همو انفاقه قرآن أفرمي ويسألونك ماذا ينفقون برسيار اللي كان شي ببخشن افرمي قل العفو وتعفو ببخشة يا عفو يا كيك او انفاقه يا متي كيك او انفاقه سيعرف يا كيك غان او انفاقه نخوش كي دراستان غير بو قسقانه او انفاقه هموشتك هموشت انفاقه هموش شاك هيك انفاقه او بيوت بذلي معروف قرأت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق ياخذ بوجه طليق لا شاكه كم مكروا اگر زردخانيش استقبالي براكه وبكيت اگر زردخانيكيش دنياني برانبر براكت وابتسامتك في وجه اخيك صدقه اما همي بذلي معروفه ان جاء فرمي وكف الاذى عن الناس عزيتي كزنيت اما همي خلقي حسنه اما همي حسني خلقه اما همي اخلاقي برزه اخلاقي جوانه روشتي خوش للاسلام نكه للاسلام تو زي كيف يتعلم ثمرات برهمي أخلاق شيئا ثمرات برهمي روج جواني وبرزي شيئا جاء وكوتمن كف الأذى عن الآخرين أبيتو دستي شر كيش يتوى لخلق نيلي خلق عزيتي كيبركوي زحمتي كيبركوي ببوني دستي تو ببوني لا شي تو ببوني جسمي تو ببوني قسيتو زماني تو ابي خوت قالبت قلبو قالبت ابي لقل دينا ابي لقل اهينا ابي لقل اسلام ابي ابي ام اعضاءانيك توهتا ام جوارحانيك توهتا ام آلاتانيك توهتا ام همو اندامانيك اخواي تعالى في بخشيويت ابي همو الى خزمتي الدين واين اخواو انسانية تابيت او يكف الاذى عن الاخرين كعزيتي هيج كسينيت نبا زمان نبا دس نبه هیچ اندامیک بو اوی وکو پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ما ملب کیت چون که علماء فرمون کاتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم باسی اخلاقی اکرد پیش اوی باسی اخلاق کات علیه الصلاة والسلام خوی متصیف و با صفات آنه خوی که باسی افشاء السلام یکرد خوی كان يفشي بين الناس السلام كباسي إطعامي طعامي كره هو كان يطعم الطعام كباسي أوشت خوي أي كربي يا غمري عليه الصلاة والسلام وجيلي دواي أي الصحابة وتابعين وأتباع تابعين أو سيق قرنيك في رسول الله صلى الله عليه وسلم كردون خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى حسني بصري رحمة إخوائي لبي أجرنا ولا لا لا
كواوتي أن أي إمام أي إمام داري بصر أي أبو سعيد يا حسن بصري باسي عتق رقاب من بوبكا عتق رقاب أويك هو البيت وباسي أو بكيت كتشون أم خلك آزاد كريت كاتي خوي عبوديتها بوبو لنا وبلين لو مجتمعيا كبيوتي كويلة خلق مجموعة خلقك بكويلة فروش راون مجموعة خلقك هيج شخصيتي أن نبو لنا ومجتمعا هيج ربطو هيني كان نبوه فروش راون كراون فوتي أن باسي أو من بوبك إمامي حسني بصري فرموي سيحفتيك باسي أكم سيحفتيك باسي أو مسألة أكم سيحفتيك باسي كر دوائلي أن برسي أي إمام إما وتبان باسي مس عتق رقاب من بوبك بوشي فرموي سيحفتيك فرمي له برأي پارم نبو پارم کوکر دو خمع کویلیه کم آزاد کرد اینجا بحثم کرد ف دائما به انسان عوابت به انسان لگل اسلام بجی وکو اخلاق وکو تو فائدی چیه ل رمضان هیوه هیال دوانزه ختمم کرد ده ختمم کرد پانزه ختمم کرد اما پانزه ختمم نبود اما ختمک بان آید بلام انطلاقي جياني تو يان زمان كيتو لسر او ختمه بيد للرمضان كايكيت كاو ختمه بتمعن وتفحصو بيد كبتفكرو بيد كببيركد نوي ايات كانو بيد كبوصي لسرها مو بيتيك بوصي لسرها مو شيك بوصي لسرها مو اياتيك بزاني معنى ومقصد اخوي تعالى شي لم اياتها شي لم عبارتها شي لم جمله بو اوي لقل خوايا بي لقل قصي خوايا بي جل جلاله بلامتو فايتشي ان هنا يزاني شي الله يونا سريعي جاري واي ختميك بتشارك طواوك جاري واي ختمي ببيز دقه طواوك فلهمو رمضان لواني دخلت ب 15 بلام كاتي ختمي يكم لقل اخيره هيتش قرانكاريه نبول الجيانيا حتى عندي ايات هي نفسي غلط اكاتو لختمي يكم تا 15 هم ختمه ياخذ تا دهم ختمه نفسي غلط اكاتو بلقي لسنويك هل قراءة أبوه؟ إما من استهانه تنقيزناكم لقراءة قرآن لتلاوة قرآن أو منهجي همو علمائي اتفاقي همو أمي لسرة كهاتش كسيك حرف خيني لقرآن بس خير نوا بحسنيك حسنيش بدي والله يضاعف لمن يشاء حديثك يا عبد الله كريم مسعود كالترمذي لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف نعلم ألف لام بيامر صلى الله عليه وسلم نعلم ألف لام حرفيك ألف حرفيك لام حرفيك ميم حرفيك بداية بقرة كوت ألف لام ميم أو سي حسنات بو أنسري بلام إيه أقل تو لقل أو سي حسنية بيزاني خواي تعالى تشي أو بلاغات وبيان أو هم جواني قرآن كليت يبقيت جا هوادانم لخومه لمتكلمه كأمر ما زانب كين بصفحيك طازة بو إشا كان من وكو ما دي خلق ما دي أخلاق لا قرآن هاتوا أو شيء هاتوا لا قرآن. يا مصطفى أخوي تعالى في غمرة فرمى وإنك لعلى خلق عظيم. سيدي في مصطفى صلى الله عليه وسلم أو نا كبار بوا أو نا روج برز بوا أو نا طبعا راسة في غمرة. إذا عندي خلق قرآن محمد كعك في غمرة بوا عليه الصلاة والسلام مرسل إخوابه جل جلاله. يك عبارة تانتير من علمائه. هتش في غمريك بوا في غمر. صفاتي خاصي خوي تيابو وكتأهيلي كابو الرسالة نبوة يعني كاتك أبي في غنبر أو إنسانة خوي تعالى راست رعاية دستي لسريتي أي باريزي والله يعصمك من الناس بلام خوي صفاتي تيابو مؤهل بو أو إيشا مؤهل بو نبوة بو رسالة بو أو بيامة بيروزة بو يبي صلى الله عليه وسلم بيش أو يكبه في غنبر حبيانه صادق الأمين بيج أو بيغمر صلى الله عليه وسلم خلقي أهات استعاني بأمانتي يكرت خلقي أهات شتي لا داء أنا شنك أمين بو عليه الصلاة والسلام جاء أو نبأ أخلاقه بروج بو بيغمر صلى الله عليه وسلم لقرآن أفرمي وإنك لعلى خلق عظيم يعني كأنما بيغمر صلى الله عليه وسلم وكو شخصي خوي لهمور روجت كان برستربو يعني كأنما أخلاق الروجت دابيك أجلكم الله حيوانك وفي رسول الله لسروي أو دابي لسر أو دابي يعني في رسول الله قورت له الأخلاق وكو شخصي خوي عليه الصلاة والسلام جاء ما دي خلق لقرآن هاتوا لا حديثي في غمرة صلى الله عليه وسلم أفرمي وكو لمسلم إمام أحمد هاتوا إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم
بياو آفرت مروف ليدركوا بحسن خلقه يعني أخلاق روشتي برزو جواني أقابد بلي صائمي بروجو قائمي شو يعني كسيك بروجا بروجو بيت وبشويجا لخزمة عبادتها بيت شو نيجيها بيت أو بلي زياترة أقر حسن خلقه ليدركوا بحسن خلقه درجة الصائم القائم بس أخلاق برز بيت بس روشت برز بيت بس زمان بباريزيت بس دس بباريزيت بس شاو بباريزيت بس لفظي ناشرين نليت بس بسي ناشرين بكز نليت بس غيرتها بيبو دين بس بو خوت تورن بيت هر بو خوا وبو دين تورا بيت أو تو كأنما بروجويت وكأنما شون يجيجيه بنص حديثي في أغمر صلى الله عليه وسلم ياخد أفرمي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا وكل ترمذي هاتوا ترمذي أبو داود زوربي هنا كان بس لصحيحين يعني أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا بكامل ترين كس لإيمانا أو هيك أخلاقي جوان به روشتي جوان به يعني هاتش كسي بأخلاق وروش به هاتش كسي خوي ببارزيت لناو مجتمعك كبريتي لا شتي خراب وشتي بيسو وقندليو أخلاقي ناشرين أخلاقي قيزون أو في عمر صلى الله عليه وسلم فرميت أو كسيك زول إيماني كاملة أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ياخذ أفرمي عليه الصلاة والسلام كاتك معاذ أتيبو يمن حيث كيجة تلمذية يا أفرمي اتق الله حيث ما كنت معاذ بتقوى بل لها شوين يا كابويت تقوى إخوال الله به خوف إخوال الله به وأتبع السيئة الحسنة دائما كتاواني كرت يكسر حسني كيبد دوايابك تمحها أو سيئة يكسر صريتها حسنك كاتك خرابيك كي يا معاذ يكسر شاكيك كبد دوايا شنك إسريتها قرآن فرمي إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كواتا هج كسي هتا علماء شيئلن علماء لبابي لطافو خوشيو قالين دخرابك نخرابي قورا خرابي بشوك إما صغائر معنى وكبائر معنى دخرابي بشوك حسنية كيبوك إسريته وشنك حسنية بدا حسنية سيري بركة ورحمة إخوائي تعالى جل جلاله أما نكبو كساني كألم بشو بو خود إطلاقي زمان ودم بكو بكيفي خود شيء أكي بيك ودوائش حسن نا أما بجديك بشارتك بو كساني كإسراف يان كردوا لسر نفسي إخوائيان بو كساني كتاوان يان كردوا أو كساني كخوائيان بتاوان بار أزانن أفرمي وأتبع سيئة الحسنة تمحها أي سريتها وخالق الناس بخلق حسن بأخلاق وروشتك جوانج لقى الخلقابة معاملة وما ملايان لقلابك بخلق حسن التوصية وخالق الناس بخلق حسن يعني خالق الناس يعني ما ملا لقى الخلقابك كاتك معاملين لقلابك دائني شي قسان لقلابك بأخلاق برز به سنور نبزيني دائما دين حدودي هي دين حدودي بوداناوي تا چنا بيبكني تا چنا قصب كيت تا چنا معامله بكيت تا چنا حلاله تا چنا حرامه اما مهمه انسان لي تيبقى ابيته هول بي بو زياده الذين كتيبقي زياده الاينه كتيبقي زياده الشرع كتيبقي زياده المنهجي في غمر صلى الله عليه وسلم تيبقيت لو مهم تر في غمر اخو علي صلوات السلام دعائي فرموه دعائي كردوا عليه الصلاة والسلام كخواي تعالى روشتي برسكا روشتي جوانكا لمسند إمام أحمد هاتوا أفرميه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي خواي شون خلقوا رخساري من الجوان كردوا فأخلاق روشتي جم جوانكا بويا سنتكاتك سيري آوين أكيد خوت أبيني ملي اللهم حسن خلقي اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي ياخذ اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي دعاء في غمر عليه الصلاه والسلام ياخذ لصي مسلمه هاتوا افرميت في غمر صلى الله عليه وسلم لحسكي دري جاي جزء اجلوه اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها فانه لا يصرف عنا سيئها الا انت يا رب العالمين خوايا هدايه بان ببور روج برزي بور روج سيجوان كس هدايتي او مسالينا الا تونب يا رب والروشتي خراب ما ليه دور كيتوا دور يجمان خيتوا ولا روشتي ناشين وقيزون وكسيش أو إيشناك إلا تونبي يا الله
هيج كسيو شيء بيناكري هيج كسيو هداتي بيناكري إلا تونا بي جل جلاله ياخذ لح دعائك يا صلى الله عليه وسلم تي فرميت او دعاء لسنن ابو داود هاتوا فرمي اللهم انا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسيء الاخلاق ياخذ وسوء الاخلاق خوايا ايما بنابتو ابين اجرين لمنافق لدورو نعوذ بالله ولا شقاق او كسيك يتو امر امت لتاكاتو أيوه يعني خلق درك لدينه شق أخاتخ يعني أمر أمة لا تأكد وبناج بي بين خوايا لا روشتي نزم روشتي ناشدين لسيء الأخلاق لسوء الأخلاق أما دعائي بي غمر عليه الصلاة والسلام أو كسيك خواي تعالى ما تحيك دوا وإنك لعلى خلق عظيم ملامنا قال أوجا أفرمي اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق هو مهمة مسلمان أبي همون روجي أو دعاية نبكات شو كدعاية مأثورة لبيغمبره عليه الصلاة والسلام لدعاية نيوجا كان لشو نيوجا كان تان لكاتي السحور وبارشيوة دعاية نيوجي بياني بو أوي تشي بيت بو أوي كسيكي بأخلاق وبروجت بيت وهمون مسلماني بظنوا قماني من بأخلاق وبروجتو قد إنسانكي مسلمان نايله لكمية بشيطة دينكي ونايله دينكي كن بيد نايله دينكي درز بري أبدا مسلمان دائما أبي رز لدين بقريت بوهي هجك سير رزي لدين كالرز لأيني إخواء أقريو لمن هجي أسمان أقريو لأخواي تعالى وخالقكي أقريت وبالتالي رز لأخوي أقريت شخصيتي خوي أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.